Shopping is a very big exhibition and have a big name in Egyptian market. So we must to participate in this exhibition. والله احنا بقالنا فترة احنا مش اول سنة احنا تقريبا من اول ما ابتدى المعرض واحنا بنشارك بيبقى فرصة للتعارف وفرصة لنقطة التقاء بيننا وبين العملاء بتوعنا. Have a good business this year, yes. Much better than expected. المعرض السنة دي بيتميز ان هو مجمع لكل جزء على بعضه، يعني مثلا اوناس شوكة كلها واخدة الرامب لوحده، ده حاجة كويسة جدا، يعني عكس قبل كده كان مثلا ممكن تكون متفرقة. ده يدل ان في تطوير وفي ناس بتحاول انها تطور في المعرض وتشوف الاحسن سنة عن سنة. افكار جديدة بتظهر من ادارة المعرض سنة عن سنة، المشاركين بيكتروا وده بالنسبة لنا كل ما السوق بيكبر كل ما فرص يعني العرض والطلب بالنسبة لنا برضو بتبقى احسن، وكل سنة بنقدم عبارة عن فكرة جديدة. We select this fair because we are quite sure that this thing is going to be successful, and we have a very nice visitors and a very prospective visitor for us here, and we did a good job with the visitors here.